السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. موضوع اليوم راح نتكلموا على النهج التكتيكي اللي راح يفرضوا جمال بالماضي، واللي راح يطبقوا جمال بالماضي ضد منتخب زيمبابوي، وبعض القراءات او بعض الاجتهادات فقط الشخصيه فيما يخص التشكيله وفيما يخص طريقه لعب، ربما طريقة لعب المعينة اللي راح ينتهجها جمال بالماضي. دائما المنتخب الوطني مع جمال بالماضي اللي عودنا في كأس افريقيا يلعب طريقة 4-1-2-3 او 4-3-3 بمشتقاتها، 4-3-3 بمشتقاتها. لما نقولوا 4-3-3 معناها 4-1-2-3 غارديولا كوسط ميدان استرجاعي وكوسط ميدان مساند نوعا ما للهجوم، بالناصر في غولي في الهجوم، محرز، بنجاح، وسابقا كان بليلي، الان اصبح ياسين ابراهيمي في الدفاع، جهه اليمنى عطال الغائب. الطريقه الكلاسيكيه، انا نتكلم على الطريقه الكلاسيكيه اللي كنا نلعب بها، الان في مكانه حليميه في الدفاع، ماندي بالعمري بطبيعه الحال لانهم عندهم مده طويله يلعبوا مع بعضهم، تناسق وتفاهم. الجهه اليسرى بطبيعه الحال رامي بالسبعيني، حارس مرمى بولي. إذا طريقة 4-3-3 مشتقاتها 4-1-2-3 اللي راح يلعب بها، في حالة لو يلعب ابراهيمي مكان بالرحمة أيضا ربما راح يكون حليمية ما يتجاوز خط وسط الميدان نظرا إلى ثقل نوعا ما اللاعب، خاصة مع السرعات القوية ولا السرعات المهاجمين ووسط لاعبين وسط ميدان زيمبابوي اللي تميزوا بسرعة قوية، يعني سرعة فائقة، لاعبين وسط ميدان ومهاجمين زيمبابوي اللي تميزوا بالسرعه الفائقه اللي راح تشكل خطوره. اذا من احسن انه بالحليميه يبقى في وسط الميدان، ما يتجاوزش وسط الميدان، والرجوع دائما للدفاع. نفس الشيء لرامي بن سبعيني، يتبقى الجهه اليمنى كرواق ايمن وايضا كمساند للهجوم هو سفيان فيغولي واسماعيل بن ناصر لخلق الكثافه العدديه والكثافه الهجوميه، وبالتالي يصبح اللاعبين منتخب الوطني في الهجوم عبارة عن 5 لاعبين في الهجوم، وغارديولا كمسترجع وكمساند للدفاع أيضا. إذا هذه في حالة لو يلعب المنتخب الوطني بطريقة 4-3-3 مشتقاتها 4-1-2-3. أيضا نفس الشيء لو يلعب بالرحمة لاحتمال، يعني ربما يكون بالرحمة نظرا لنوعا ما يتميز بالرحمة بالمراوغات، نفس الشيء بابراهيمي، لكن ممكن يتميز ايضا بالسرعه والتغطيه الدفاعيه. بالرحمه يتميز بالسرعه والتغطيه الدفاعيه والقوه البدنيه نوعا ما، لانه يحتك في دوري انجليزي قوي. اذا نفس الشيء تبقى الخطه هي يعني ما تغير والو. بالناصر لو الكره عندنا ويساند الهجوم راح يكون في الامام بجانب بالرحمه، و بن سبعيني يغطي على بن ناصر، وحليمية ما يتجاوزش كما قلت وسط الميدان، وراح ربما يغطي على فيغولي. تتبقى اذا الكثافة الهجومية، 5 لاعبين في الامام في القاطرة الامامية، محرز، بنجاح، بالرحمة، بن ناصر، فيغولي، في التنشيط الهجومي بن ناصر وفيغولي، وغارديولا كوسط ميدان استرجاعي. هذه في حالة 4-3-3 مشتقاتها 4-1-2-3. لو يغير ربما حب مثلا جمال بالماضي يسجل هدف ويلعب الهجمات المضادة ويغلق اللعب، راح ربما، هذه مجرد قراءات واجتهادات شخصية فقط خوتي، باش ما تقولوش باللي انا فيلسوف ولا كل شيء، يبقى بيد جمال بالماضي. انا مجرد يعني مناصر اعطي مجرد رأيي فقط، مثلي مثل اي جزائري. اذا ربما، احنا قلنا ربما، لو جمال بالماضي راح يغلق اللعب وراح يسجل هدف ويغلق اللاعب ويلعب الهجمات المضادة، ربما يلعب طريقة 3-4-3، 3 مدافعين في المحور، يعني طريقة معروفة مدروسة 3-4-3، طريقة اللي طريقة يعني الطريقة هذه راح تساعد المنتخب الوطني، خاصة نعرفوا يعني لاعبين المنتخب زيمبابوي يعني يتمتعوا بالسرعة، لاعبي الوسط والهجوم. المشكلة، قبل ما نتكلم عن المشكلة نتاع هذه الخطة، مشكلية هذه الخطة، أول شيء نبدأ بالطريقة الخطة هذه اللي لو يلعب كما قلت إبراهيمي، لو يلعب فيها إبراهيمي. إذا
الخطه هذه ترتكز على ماندي طاهر، ماندي في الجهه اليمنى مدافع لكن قلب الدفاع، وطاهر في الوسط بالعمري في الجهه اليسرى كمدافع ايضا ثالث محوري. وسط الميدان يكون في غولي قديورا بن ناصر بن سبعيني، في الامام محرز ابراهيمي بنجاح في القاطره الاماميه. ماندي لو يصعد في غولي، كنعرفوا احنا في غولي لما كان يلعب في فالنسيا يلعب في الرواق الايمن يساند الهجوم ويرجع ايضا يعاون الدفاع. لو يلعب في غولي في الجهه اليمنى كما قلنا بخطه 3 4 3 راح يساند الهجوم ويساعد الثلاثي المحرز بنجاح ابراهيمي، راح ماندي يغطي جهه في غولي وراح يدير التغطيه للجهه اليمنى كمدافع ايمن، وبالعمري ايضا يصعد نوعا ما كمدافع ايسر. يبقى مشكله واحده وهو طاهرت. طاهرت نعرف نوعا ما انه طاهرت ثقيل، ثقيل الثقل هذا نتاعو ربما يكسر مصيده التسلل. مصيده التسلل لو تكسر هنا اشكاليه، اشكاليه خطه 3 3 4 3 هي في مصيده التسلل. قديورا يرجع كسونتينال يعني كوسط ميدان ايضا مسترجع يساعد، لكن بن ناصر ينشط الهجوم. لكن قلتها ونعودها، هذه الخطه ممكن المشكله تاعها في مصيده التسلل، مصيده التسلل بحكم انه طاهرت نوعا ما ثقيل، ثقيل الله غالب، هذه بنيه مورفولوجيه تاعو وهذه التركيبه تاعو اللي تخليه نوعا ما ثقيل. هذه في حاله لو يلعب قلنا ابراهيمي، ايضا لو يلعب بالرحمه نفس الشيء، نفس الشيء 3 4 3 نفس الطريقة. ماندي يغطي جيت في غولي، بالعمري جيت بن سبعيني، طاهرت كوسط ميدان عفوا طاهرت كمدافع متأخر، قديورا كمدافع وسط عفوا قديورا كوسط ميدان دفاعي، بن ناصر يصعد إلى يساعد في الهجوم. إذا يصبح العدد، يصبح العدد عبارة عن خماسي إلى سداسي، ست لاعبين ضاغطين في الأمان، خمسة أو ست لاعبين ضاغطين في الأمان. إذن هذه خطة 3 4 3، هذه في حالة إذا لعب بونجاح. هنا رانا قلنا ونعاودو خاوتي، ماناش نتنبؤوا أو نعطوا، مجرد رأينا فقط، مجرد رأينا هل يلعب المنتخب الوطني بخطة 4 3 3 ومشتقاتها 4 1 2 3، هل يلعب بثلاثة 4 3، ما نقدروش نتنبؤوا. وربما ايضا طاهر ما يكونش حاضر ويكون بن سبعيني في اليسار وبالعمري في الوسط ويلعب المنتخب الوطني 3 4 3، الدخول ايضا بعبيد كمسترجع اخر، عبيد وقديورا يكونوا في الاسترجاع، ويكون بن ناصر في التنشيط الهجومي مع في غولي وبن ناصر وبنجاح وبالرحمة ومحرز، أو في مكان بالرحمة إبراهيمي. هذه يعني قراءة ربما تكون، إذا نحن ما نقدروش نتنبؤ ولكن نعطوا مجرد رأينا، وربما الخطط هذه اللي ينتهجها المدرب المنتخب الوطني جمال بالماضي لحصر منتخب زيمبابوي وبالأخص حصر اللاعب الخطير كادويري، تينو كادويري اللي راح يكون خطير نوعا ما خاصة اللي يتمتع بالسرعة. إلى غطينا أو غلقنا وسط الميدان بإحكام وخاصة الأروقة الجهة اليمنى والجهة اليسرى كانوا في أمان، نقدروا نسيطروا على منتخب زيمبابوي ونسجلوا عليه هدف ونقدروا نغلقوا اللاعب. الأهم والمهم والأهم في المقابلة هذه ثلاث نقاط، وإن لم تكن ثلاث نقاط التعادل أيضا مهم ومفيد للمنتخب الوطني. الفوز تأهل مباشرة إلى كأس أفريقيا، أيضا تعادل يخدمنا ويأهلنا كأس أفريقيا، لكن نريد المرتبة الأولى بحكم أن احنا أننا أبطال أفريقيا. إذا حظ موفق للمنتخب الوطني، ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.